بنت اختي بتقول لي والله يا خالو انت ما شاء الله من نزح لنزح عامل زي قصه يعني الرحاله. فبقول لها والله قصتنا صارت زي قصه التغريبه الفلسطينيه، ايش رايك تصوريني صوره في الحمل؟ ففعلا صورتني صوره في المكان اللي كنا نازحين فيه في النصر. وهذه الصوره ثاني يوم حطيتها جنب صوره التغريبه الفلسطينيه، يعني جبل المحامل زي ما بيقولوا، هي صوره قديمه جدا وشهيره، وحطيتها على الفيسبوك كاي صوره، يعني انا ما بحطش كثير بوستات. تفاجأت في اليوم الثاني زملائي بيقولوا لي في تقريبا اكثر من 10,000 مشاركه للبوست، ومجلات عالميه بتكتب عنه وبتكتب عنك. انا الدكتور خميس عبد الكريم الاسي، استشاري تاهيل الاعصاب وطب الالم. بفضل الله في عام 2018 حصلت على الزماله الفخريه من جامعه اوكسفورد، واصبحت سينيور فيلو، زميل متقدم في مركز الطب المسند بالبراهين في جامعه اوكسفورد، وشارك في اعطاء دورات مع الدكاتره هنا، واسمي مسجل من ضمن الجامعه كاول فلسطيني او عربي هو عضو هيئه تدريسيه في هذا المركز. بفضل الله في عام 2019 حصلت برضو على زمالة جامعة كامبريدج في وضع السياسات الصحية والتطوير القطاع الصحي في العالم العربي والشرق الأوسط. وفي عام 2021 اختيرت عضو في منظمة الصحة العالمية في لجنة الخبراء لطب الألم والرعاية التلطيفية. وفي عام 2023 بفضل الله حصلت على جائزة أفضل خريج في مجال الطب من جامعة الشرق الأقصى على مدى 100 سنة، وحصلت على الميدالية الذهبية. بفضل الله على طول فترة العلمية والأكاديمية تم تقديم لي عدة عروض بأنه أخرج من قطاع غزة أو أعمل في مناطق خارج قطاع غزة، وأنا يعني لم أتقبل هذه العروض وأثرت أن أبقى في قطاع غزة. على الرغم من العروض اللي قدمت لي أن أخرج من قطاع غزة إلى الجنوب أو إلى خارج غزة، بحيث أنه يكون في رواتب أحسن ودفع أحسن وحياة أفضل، يعني أثرت أنه نبقى ونساعد بحيث أنه ما تبقى من الأطباء الأخصائيين في قطاع غزة قلة قليلة فقط يعني. وهذا الشيء اللي خلاني أبقى هنا. صمدنا 3 شهور 4 شهور، بعد كده بديت فعلا شوية يعني أراجع نفسي، أقول إذا مش عشان نفسي عشان أولادي يعني نفكر بالخروج، ولكن كان المعابر مغلقة وصعب. كنت أنا ساكن في بيتي الجديد في تل الهوى، تم تدمير عشرات بل مئات الأبراج في محيط المنزل عندنا، فاضطرينا للنزوح الأول من منزلنا في تل الهوى إلى منزلنا تبع الأسرة في الدرج. لم يمضي أكثر من شهر حتى اضطررنا للنزوح مرة أخرى إلى منطقة أخرى في الزيتون، وبعدين تم اجتياح الزيتون فنزحنا مرة أخرى إلى منطقة أمام الأندلسية، بعد كده تم اجتياح المنطقة هناك فنزحنا مرة أخرى إلى الدرج، وبعدها عدنا إلى تل الهوى، وبعدين عدنا إلى الدرج، بعدين عدنا إلى الزيتون. يعني وصلت عدد المرات النزوح أكثر من 12 مرة، وكان آخرها هي التي حدثت قبل 4 أيام أو 5 أيام. طبعاً اللي في قطاع غزة مصدرهم للتمويل أو للمصروف هو جهة من 4 جهات، يا إما مكون موظف سلطة في رام الله، يا موظف سلطة غزة، يا إما موظف وكالة، يا إما موظف هيئات دولية وإغاثية، وأنا الحمد لله لا أتبع لأي جهة منهم. فكان والجامعة الإسلامية، أنا بعمل بروفيسور في كلية الطب في الجامعة الإسلامية، لم نتلقى راتب منذ بداية الحرب حتى الآن. فالشخص بده يمشي نفسه، بده يبيع بعض مقتنياته، بعض إذا في بقايا مجوهرات للمدام، لشيء السيارة، بعض الأشياء الثمينة اللي بنمتلكها. الواحد بعض الأحيان بده يميل على أصحابه وعلى زملائه بحيث أنه يغطي هذه الفترة، ولكن الفترة طالت والمأساة طويلة، ولكن أنا أؤمن بقوة أنه الأمل قريب، إن شاء الله الفرج قريب.